مشاهدينا السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم وهذه أخبار العاشرة. أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ النشرة بأبرز العناوين. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. شركة الآن يتم الحديث عنها، شركة حكومية على أساس أنها يتم تخصيصها، وهناك أيضا شركة معادن تطوير معادن عمان. وزارة الإسكان تعتمد اتفاقيتي منح أراض بالانتفاع لمشاريع الاستزراع السمكي في ولايتي قريات والدقم، وتسند عددا من مشاريع شارع طريق الباطنة الساحلية. البحرية السلطانية العمانية تحتفل بانضمام السفينة الناصر إلى أسطولها البحري. موسكو تعلن عن تمديد الهدنة الإنسانية في حلب لإحدى عشرة ساعة بدلاً من ثمان ساعات. ونتابع في أخبارنا الاقتصادية المتنوعة. أكثر من 900 مليون ريال عماني قيمة الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية بنهاية شهر أغسطس الماضي. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس برناب مخرجي رئيس جمهورية الهند، ردا على برقية جلالته المهنئة له بالذكرى 70 لاستقلال بلاده. ضمنها خالص شكره وتقديره لجلالة السلطان المعظم على تهنئة جلالته له، مؤكدا حرصه على تعميق العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة. السوق العماني سيشهد هذا العام تخصيص شركة حكومية واحدة والاكتتاب العام في شركة تنمية معادن عمان. هذا ما أكده سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. نأمل أن نرى بعض الاكتتابات، على الأقل هناك شركة الآن يتم الحديث عنها، شركة حكومية على أساس أنها يتم تخصيصها، وهناك أيضا شركة معادن تطوير معادن عمان أيضا من الشركات التي نأمل أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية هذا العام إن شاء الله. تعزيزا لمشاريع الاستزراع السمكي بالسلطنة، وقعت وزارة الإسكان اتفاقية حق الانتفاع بأرض في منطقة هيتام بولاية الدقم في محافظة الوسطى. كما وقعت الوزارة اتفاقية أخرى بمنح حق الانتفاع بأرض داخل البحر في ولاية قريات بمحافظة مسقط لإقامة مشروع لاستزراع الأسماك الزعنفية من نوع الكوفر بنظام الأقفاص العائمة. وقع الاتفاقيتين معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان. دعما للقطاع السمكي ومساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالسلطنة، وقعت وزارة الإسكان اتفاقيتي منح أراض بالانتفاع لمشاريع الاستزراع السمكي في ولايتي الدقم وقريات لشركتين تعملان في مجال الإنتاج السمكي، حيث تم اعتماد اتفاقية منح حق الانتفاع بأرض مع شركة عمان للاستزراع السمكي لإقامة مشروع استزراع أسماك الهامور وخيار البحر في برك ترابية بمنطقة هيتام بولاية الدقم بمحافظة الوسطى، وذلك على مساحة تقدر بسبعين ألف متر مربع وبطاقة إنتاجية تبلغ سبعين طنا سنويا من خيار البحر المجفف وخمسة عشر ألف طن من أسماك الهامور. ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات المشروع 13 مليون ريال عماني، حيث أنهت الشركة استكمال الدراسات المطلوبة للحصول على التراخيص النهائية لتنفيذ المشروع، وذلك بإشراف من وزارة الزراعة والثروة السمكية. كما تم التوقيع على اتفاقية منح حق الانتفاع لشركة المياه الزرقاء لإقامة مشروع لاستزراع الأسماك الزعنفية من نوع الكوفر بنظام الأقفاص العائمة الذي سيقام بولاية قريات بمحافظة مسقط على مساحة تقدر بأكثر من 1,700,000 متر مربع داخل البحر،
وبكمية إنتاجية تبلغ 300 طن سنويا، وتقدر إيرادات المشروع بستة ملايين ريال عماني سنويا. ذياب بن عبد الله النوفلي، مسقط. هذا وأسندت وزارة الإسكان عددا من مشاريع خط الباطنة الساحلي بقيمة جاوزت 6.5 مليون ريال عماني، كما تمت الموافقة على إسناد المناقصة الخاصة لمشروع بناء 64 وحدة سكنية بالموقع 3000 من مشروع إنشاء 2200 وحدة سكنية مع الطرق الداخلية والإنارة لمشروع خط الباطنة الساحلي بولاية الخابورة بقيمة قاربت 800,000 ريال عماني. كما تم إسناد بناء 49 وحدة سكنية بولاية الصحار وعدد 50 وحدة سكنية أخرى بولاية صحم بالموقع الرابع من المشروع نفسه بقيمة جاوزت 2.5 مليون ريال عماني. كما تم إسناد تكاليف رسم مخطط حفيت ومخطط الروضة بمحافظة البريمي. استمراراً لخطط التطوير والتحديث بما يمكنها من القيام بواجبها الوطني وتعزيز التكامل مع أسلحة قوات السلطان المسلحة، احتفلت البحرية السلطانية العمانية بانضمام السفينة الناصر إلى أسطولها البحري. وتتميز هذه السفينة بمواصفات تمكنها من العمل في مختلف الظروف المناخية، حيث زودت بأحدث التجهيزات والمعدات البحرية المتطورة. رعى الاحتفالية اللواء الركن عامر بن سالم العمري قائد وحدة السلطان الخاصة. بعد رحلتها الطويلة عبر البحار الآسيوية التي مخرت عبابها بكل سلام وتجاوزت مختلف تحديات الطقس خلالها بكل كفاءة واقتدار، ها هي سفينة البحرية السلطانية العمانية الجديدة الناصر تصل إلى مرفئها بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية، حيث مراسم استقبالها الرسمي لتعلن بذلك اكتمال ثمار مشروع بحر عمان الذي وقعته السلطنة مع شركة أوستال الأسترالية، والذي قضى ببناء سفينتين للإسناد والنقل السريع. هو في الحقيقة السفينة الناصر تعتبر السفينة الأخيرة في مشروع بحر عمان، وهي في الحقيقة إضافة مهمة جدا للقوات المسلحة العمانية وللمجتمع العماني عامة وخاصة للبحرية السلطانة العمانية. مشروع بحر عمان يعد إحدى ثمار العهد الزاهر الميمون لمولانا حضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، حيث أن انضمام هذه السفينة سوف يعزز من كفاءة وقدرات أسطول البحرية السلطانية العمانية في أداء واجباتها الوطنية المقدسة بتكامل مع باقي أسلحة قوات السلطان المسلحة والقدرات الوطنية الأخرى. نحن سعداء باستقبال سفينة البحرية السلطانية العمانية الناصر، وهي إحدى سفن مشروع بحر عمان، سفينة متعددة الأغراض، يعني لا شك أنها إضافة لتعزيز قدرات البحرية السلطانية العمانية على المستوى التعبوي، وكذلك قدرات القوات السلطان المسلحة في العمل المشترك على المستوى العملياتي. السفينة الناصر زودت بأحدث الأنظمة الحديثة من أجهزة ومعدات، وستعمل هذه السفينة على تلبية متطلبات الإسناد العملياتي والدعم اللوجستي وتقديم الإسناد التنموي. تعد سفينة البحرية السلطانية العمانية الناصر إحدى القفزات النوعية في تحديث سفن الأسطول، حيث تتميز هذه السفينة ذات البدن الثنائي والسرعة العالية بمميزات كثيرة كاستيعاب الطائرات العمودية ونقل القوات المحمولة وكذلك الإغاثة في الحالات المناخية. انضمام سفن مشروع بحر عمان إلى أسطول البحرية السلطانية العمانية سيعزز من مستويات الكفاءات والقدرات بما يمكنها من أداء أدوارها الوطنية الرائدة. الملازم أول ناصر بن خميس الكلباني، قاعدة سعيد بن سلطان البحرية. وإلى أخبارنا العربية والعالمية، والبداية من الشأن السوري، حيث أعلنت روسيا أن الهدنة الإنسانية في مدينة حلب يوم غد الخميس ستستمر 11 ساعة
بناء على طلب المنظمات الدولية بدل 8 ساعات كانت مقررة أصلا. وكانت الأمم المتحدة اعتبرت هدنة 8 ساعات غير كافية من أجل نقل المساعدات إلى نحو 250,000 مدني محاصرين في الأحياء الشرقية من حلب، وطلبت ضمانات أمنية من كافة الأطراف النزاع في سوريا. وأكدت موسكو يوم أمس الثلاثاء وقف سلاحي الجو الروسي والسوري غاراتهما على مناطق شرق حلب تمهيدا لبدء الهدنة الإنسانية، كما أعلنت توفير ممرات آمنة للمدنيين والمسلحين الراغبين في الخروج من المدينة. وقبيل سريان هدنة أعلنتها الأمم المتحدة لمدة 72 ساعة في اليمن، شهدت مناطق عدة غارات واشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله وحلفائهم. ففي العاصمة صنعاء نفذت مقاتلات التحالف العربي غارتين على معسكر الحفا شرق العاصمة اليمنية، هذا في حين شنت القوات الحكومية بدعم من التحالف عمليات عسكرية لصد محاولات أنصار الله التقدم باتجاه مدينة ميد التابعة لمحافظة حجة قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية. استشهدت فتاة فلسطينية برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز في الضفة الغربية المحتلة، وزعمت سلطات الاحتلال أن جنودها فتحوا النار على الفتاة بعد أن رفضت أمرا بالتوقف وقامت بإشهار سكين. من جانب آخر، اقتحم نحو 300 مستوطن المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة تحت حراسات مشددة من قوات الاحتلال، واصطدموا مع المصلين والمرابطين في المسجد المبارك. أكد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي عزمه إنهاء الخلاف مع الصين حول مسألة الحدود البحرية من خلال الحوار والتعاون. وفي بداية زيارته للصين، قال الرئيس الفلبيني أنه يفضل المفاوضات على المواجهة لإنهاء سنوات من الصراع والتوترات في بحر الصين الجنوبي، معربا عن أمله في توجيه العلاقات بين مانيلا وبكين إلى المسار الصحيح وتعزيز الصداقة والتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. ويلتقي دوتيرتي الرئيس الصيني شي جين بينغ ومسؤولين آخرين يوم غد الخميس، حيث من المقرر أن يوقع الرئيسان مجموعة من الاتفاقيات الثنائية في مجالي التجارة والاستثمار. فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون فيها ولكن بعد قليل. بيت الحرفي العماني في ولاية الصور، مبادرة لحفظ الموروث الحرفي وتقديمه للنشر. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. شركة الآن يتم الحديث عنها، شركة حكومية على أساس أنها يتم تخصيصها، وهناك أيضا شركة معادن تطوير معادن عمان. وزارة الإسكان تعتمد اتفاقيتي منح أراض بالانتفاع لمشاريع الاستزراع السمكي في كل من ولايتي قريات والدقم، وتسند عددا من مشاريع خط الباطنة الساحلية. البحرية السلطانية العمانية تحتفل بانضمام السفينة الناصر إلى أسطولها البحري. موسكو تعلن عن تمديد الهدنة الإنسانية في حلب لإحدى عشرة ساعة بدلا من 8 ساعات.
الموافقة على عدد من التوصيات المرتبطة بعمل المنظمة العربية للتنمية الإدارية أبرز نتائج اجتماع الدورة العادية للمجلس التنفيذي للمنظمة في القاهرة. واستعرض الاجتماع أيضا مذكرة توضيحية بطبيعة أدوار واختصاصات كل من المنظمة العربية للتنمية الإدارية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي بجامعة الدول العربية. ترأس وفد السلطنة معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية. بمشاركة السلطنة شهدت القاهرة اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية الرابعة بعد المئة. ترأس وفد السلطنة في الاجتماع معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، حيث ناقش الوزراء سبل التعاون المشترك وتقريب وجهات النظر لما فيه من تنمية وتطوير للأنظمة الإدارية وتنمية رأس المال البشري في دول المنطقة. أصحاب المعالي أعضاء المجلس التنفيذي والجمعية العمومية بيجتمعوا في هذه الاجتماعات لطرح موضوع ذات صلة بقضايا التنمية الإدارية في الوطن العربي، وبالتالي ما يتعلق بوزارات الخدمة المدنية وبتأهيل ورفع قدرات العاملين في هذه الوزارات وكل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبالتالي دائما ما تطرح توجهات استراتيجية لبناء القدرات العربية وخاصة في القطاع العام المؤسسات الحكومية وقوانين الخدمة المدنية، وكذلك مشاريع المنظمة من تدريب واستشارات وفعاليات أخرى وكذلك الجوائز ذات الصلة. وأشار الوزراء إلى أهمية تحديث الأنظمة الأساسية الإدارية بما يحقق طموح المنطقة وشعوبها في ظل المتغيرات الراهنة وتحديات المستقبل. في الواقع ما تم التطرق له اليوم هو الخطط الاحترازية لدراسة تبعات انخفاضات أسعار النفط في على أنشطة المنظمة في الواقع، وبالتالي السلطنة بحكم عضويتها في المجلس التنفيذي قدمت رؤيتها في كل ما طرح اليوم، وأعتقد أن المنظمة بإذن الله يعني مستمرة في أداء دورها المنط بها، وهو تعزيز العمل الإداري والعمل الفني في كافة الوحدات الحكومية وغيرها من وحدات القطاع الخاص بالعالم العربي. وقد أشاد المسؤولون العرب بقدرة المنظمة على التمويل الذاتي لأنشطتها بنسبة 80% من حجم الإيرادات، والذي يعد قفزة حقيقية ونموذجا مشرفا للعمل العربي المشترك. إن الاستثمار الأمثل يتمحور حول العنصر البشري والذي يعد اللبنة الأساسية لبناء المستقبل وتشييد أركانه الحضارية، وذلك ما نأمل أن يتحقق لنا بإذن الله من خلال المنظمة العربية للتنمية الإدارية. يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أنشئت عام 1961. تستند استراتيجية المنظمة في المرحلة القادمة على ما تشهده الساحة الدولية من تطورات متلاحقة، وخاصة في مجال إدارة التكنولوجيا واستخداماتها في الإدارة واللامركزية، مع الحفاظ على فاعليات أنظمة الإدارة العامة وغيرها من التطورات. من القاهرة، سحر صبري، تلفزيون سلطنة عمان. مراحل تطور سوق التأمين العماني وأداء الهيئات العربية بهدف اللحاق بركب الأسواق المالية المتقدمة، أبرز ما استعرضه اجتماع منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين لهذا العام بمسقط. الاجتماع يهدف إلى تعزيز أعمال الإشراف والرقابة على التأمين وتعميق أواصر التواصل والتعاون بين الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين في الأسواق العربية. تعزيز القيمة الاقتصادية لقطاع صناعة التأمين في السلطنة والتعريف بطبيعة البنية التشريعية والأطر القانونية والإشرافية المنظمة للقطاع وتطبيق أفضل ممارسات الإدارة الرشيدة في شركات التأمين أبرز مناقشات اجتماع منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين لهذا العام، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الهيئات الرقابية من الدول العربية في مسقط. أهمية قطاع التأمين في الاقتصاديات المختلفة، وفي منطقتنا طبعا يعني ما زال التأمين مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي محدودة، وهناك مجال كبير للتوسع ومجال كبير للنمو، وأعتقد أن يعني قطاع التأمين مبشر يعني قيمة مضافة، ومبشر أيضا يعني خاصة في السلطنة كمصدر لتشغيل القوى العاملة المحلية، وهذا ما نأمل فيه إن شاء الله.
الاجتماع في نسخته الثانية ناقش أيضا واقع صناعة التأمين في الوطن العربي وأبرز المتطلبات الأساسية لازدهار هذه الصناعة وآلية تعزيز دورها في الاقتصاديات العربية، بالإضافة إلى تقييم الأطر التنظيمية والإشرافية والرقابية بما يتوافق مع أسس ومعايير الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين. قطاع التأمين يلعب دور كبير كما تعلمون، من ناحية فهو يغطي أخطار التي يتعرض إليها المواطنون وكذلك الشركات في مختلف دول الوطن العربي، كما أنه يلعب دورا كبيرا في تعبئة الادخار، وكما تعلمون فهذا الادخار هو ضروري للدفع بالاستثمار وبالدفع في عجلة الاقتصاد بصفة عامة. ويأتي المنتدى لتعزيز دور هذه الهيئات في تنظيم أسواق التأمين العربية وتطوير صناعة التأمين في تلك الأسواق من خلال وجود إطار عربي مؤسسي موحد يهدف إلى تحقيق الانسجام في تطبيق الأطر التنظيمية والإشرافية على الأسواق العربية ورفع مستوى تبادل المعلومات والخبرات الإشرافية عليها، وذلك نظرا لما تشهده صناعة التأمين العربية من تطورات متسارعة وتحديات عديدة حملتها رياح العولمة والانفتاح الاقتصادي. بنسبة 48% انخفض عدد وفيات الحوادث المرورية إلى 675 حالة وفاة العام المنصرم مقارنة بالعام 2012. انخفاض الحوادث المرورية انعكس إيجابا على المخالفات المتعلقة بالسرعة الزائدة التي تقلصت بدورها. هذا وبدأت دوريات شرطة عمان السلطانية بتطبيق نظام تحرير المخالفات إلكترونيا عبر جهاز كفي يعمل على استرجاع كافة بيانات المركبة. ممنوع استخدام الهاتف أثناء القيادة. إذن هي رسالة من الطفلة مريم بعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. مع دخولك إلى معرض السلامة المرورية قدماك تذهبان بك حيث هذا الجهاز الإلكتروني الذي بدأت دوريات شرطة عمان السلطانية بتطبيقه لتحرير المخالفات إلكترونيا. هذا الجهاز النظام الإلكتروني مربوط بالنظام المركزي بشرطة عمان السلطانية، يعتبر الجهاز هذا اسمه الجهاز الكفي، يستخدم دوريات المرور الطرق للاستفسارات عن المركبات والاستفسار عن الأشخاص وتحرير مخالفة مرورية إلكترونية. الجهاز طبعا الواجهة الرئيسية نظام الاستفسارات والمرور، وممكن يختار الشخص المحافظة ومن ثم يختار الاستفسار عن الشخص أو عن المركبة. وعند الحديث بالأرقام فإن الحوادث المرورية التي وقعت في العام 2015 وصلت إلى 6279، حيث أن استخدام الحزام يقلل معدل الوفيات في حوادث السير إلى 50% وتقل عدد الإصابات الخطيرة بنسبة 68%. عندما نتكلم عن الأرقام، إذا ذكرنا إحصائيات عام 2012 كان عدد الوفيات 1339، الحمد لله العام الماضي كان عدد الوفيات 675 حالة وفاة بانخفاض يقدر ما يقارب 48%. هنا في هذا الركن يستعرض جهاز تقني بإمكانه تتبع المركبات ومدى تقيدها بالقوانين. أجهزتنا تبع عبارة عن أجهزة تتبع مركبات، الأجهزة هذه فائدتها في معرفة حالة المركبة وحالة السائق وحالة مسار الطريق. ممكن نعرف نحن مسار الطريق من مكان إلى آخر، ممكن نعرف هل بالفعل السائق طبق النظام الأمني اللي موجود. النظام هذا يبين لك هل بالفعل السائق لابس الحزام، متقيد بالسرعة القانونية. من التقنيات إلى لوحات للمركبات، في عودة إلى العام 1970 العام الذي تم فيه إصدار أول رقم في السلطنة. تأسست الشركة في عام 1970 مع بدء الحراك الوطني، وفي نفس العام طبعت أول لوحة واللي هي محفوظة لدينا في الشركة، أصدرت عام 1970 أيضا.
هذه الطائرة المروحية تستخدم في عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف الطائر والقبض على المتسللين ومهربي المخدرات. على متن هذه الطائرة تم مؤخرا نقل عدد من المصابين من الجبل الأسود بولاية قريات، حيث تمت عملية النقل في وقت قياسي. فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط. نفذت دورة الضباط المرشحين بكلية السلطان قابوس العسكرية بالجيش السلطاني العماني البيان العملي بالذخيرة الحية للتمرين التعبوي درع 21. وقد نفذ الضباط المرشحون فعاليات البيان العملي بالذخيرة الحية وفق خطة التمرين الموضوعة بمشاركة أسلحة الإسناد المختلفة بالجيش السلطاني العماني ودعم جوي من سلاح الجو السلطاني العماني، حيث عكس مدى كفاءة التدريب بكلية السلطان قابوس العسكرية، وذلك بالتركيز على التحديث والتطوير بما يخدم تدريب وتأهيل الضباط المرشحين للوصول إلى أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة في المجالات العملية والعلمية والعملية الناجحة. رعى الفعالية اللواء ركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني. مشاريع خدمية متنوعة يجري العمل على تنفيذها بولاية المزيونة التي تشهد تطورا عمرانيا متسارعا. المشاريع تتمثل في إنشاء حديقة عامة بالولاية وسوق للمواشي، بالإضافة إلى تواصل العمل في إنشاء 250 وحدة سكنية. الزائر لولاية المزيونة سيلاحظ التطور العمراني المتسارع الذي تشهده الولاية ووجود الكثير من الخدمات الحكومية والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها، كمشروع إنشاء 250 وحدة سكنية بمركز الولاية الذي لازال العمل متواصلا في هذا المشروع، بالإضافة إلى مشاريع بلدية ظفار التي تسعى لرفع مستوى خدماتها التي تقدم لأبناء الولاية، كمشروع إنشاء الحديقة العامة التي ستكون متنفسا ترفيهيا للسكان بعد الانتهاء من تطويرها بشكل كامل. زيارتنا اليوم لولاية المزيونة تأتي لتفقد المشاريع التي عملتها البلدية، وكذلك تفقد أحوال المواطنين والجلوس معهم والسؤال عن أحوالهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم. نقلنا طلباتهم وخدماتهم للجهات المختصة، وإن شاء الله الأمور من أحسن إلى أحسن إن شاء الله. سوق المواشي الحديث الذي يحتوي على وجود ثلاث مظلات لبيع المواشي ومنصة لمشاهدة المعروض، والذي من المؤمل بعد تشغيل السوق أن يساهم في تنظيم عملية بيع المواشي وتنشيط الحركة الاقتصادية في هذا المجال. هذه المشاريع المسلخ البلدي والحديقة العامة وأيضا السوق، وأيضا هذه حقيقة مشاريع هامة جدا لأبناء الولاية، تقدم خدمات مستقبلية وتدخل في الاقتصاد العام كمسلخ بلدي وبيع المواشي. هنالك حركة يعني كبيرة جدا في الداخل، وهي بيع المواشي وأيضا سوق الخميس اللي يقام أسبوعيا. اضطر الأمر لأن يوضع هذا السوق المواشي في المزايدة العامة لتشغيله. المشاريع التنموية المختلفة الجاري تنفيذها بولاية المزيونة هي بالتأكيد ستعمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن. سالم زعبنوت المهري، ولاية المزيونة، محافظة ظفار. مشروع التحسينات لشارعي خصب وبوخة الساحلي أبرز مناقشات الاجتماع الثامن للمجلس البلدي بمحافظة مسندم. كما تطرق المجلس إلى المواضيع المتعلقة بخدمات الثروة الحيوانية والاقتصادية بالمحافظة. ترأس الاجتماع سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ مسندم رئيس المجلس. الاجتماع ناقش مجموعة من المواضيع المتعلقة بالخدمات والمشاريع الجاري تنفيذها والردود الواردة من الجهات المعنية التي سبق مخاطبتها حول بعض المقترحات والتوصيات لبعض المشاريع، وعلى رأسها التعديلات والمقترحات المقدمة من قبل بعض الأعضاء حول مشروع تحسينات شارع خصب بخا الساحلي. حتى الحين صراحة الصورة ما واضحة، خاصة في العقبة اللي صوب يعني الواقع بين ولايتي خصب وبخا، وكذلك تساقط يعني مواقع تساقط الصخور على الشارع العام من حيث يعني وضع السياج على الشارع. الى الان صراحه يعني ما واضحه الصوره ولا هي يعني اللي نرجوها،
من تحسينات على المشروع. نحن طالبنا بتحسينات عدة يعني في منطقة في ولاية بوخا في منطقتين، وهي من المناطق الخطيرة جدا وقت هطول الأمطار، ولكن لم تراعى. لهذا السبب نحن نطالب وزارة النقل والاتصالات طبعا أخذ هذه المواضيع بعين الاعتبار، وخاصة الأماكن الخطيرة على الطريق. هذا الطريق يربطنا بدولة الإمارات وبقية مناطق السلطنة، لهذا من الضروري بل ومن الملح أن يؤخذ بالاعتبار وأن تستمع وزارة النقل والاتصالات. كما ناقش المجلس أولويات المشاريع والمراد تنفيذها وتبنيها من قبل شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج، وكذلك الموقع المقترح للحظائر الحيوانية بولاية دبا، والاطلاع على الموضوع المرفوع من لجنة الشؤون البلدية بولاية خصب بطلب إنشاء كاسرات السرعة مع ممر لعبور المشاة عند جامع السيبة وموضوع سوق الجمعة بالولاية. ربما كانت تصريحات أعضاء المجلس الأهليين عن عدم رضاهم عن ما تم إنجازه حتى الآن يضعوا الكرة في ملعب وزارة النقل والاتصالات في عملية الإسراع والتسريع في إنجاز هذا المشروع. من محافظة مسندم، نجم بن عبد الله الشحي. وإلى أخبارنا الرياضية، حيث خرج الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم بالكثير من القرارات والتوصيات المهمة التي تساهم بشكل كبير في تطور منظومة العمل بالاتحاد الكرة. وقد ناقش مجلس إدارة الاتحاد حصيلة اجتماعات رئيس المجلس برؤساء أندية دور المحترفين ودوري الدرجة الأولى، كما استمع الأعضاء لشرح واف من الخبراء المالي والتجاري والخبير الفني الذي تم قبول استقالته. وخرجت الاجتماعات بقرارات أبرزها تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد بالإضافة لتشكيل اللجان الدائمة للاتحاد. هذا وينظم الاتحاد العماني لكرة القدم أول بطولة نسائية لكرة القدم أو لكرة قدم الصالات التي ستنطلق في الأول من نوفمبر المقبل، حيث ستشارك 5 فرق في الدوري وهي أهلي سداب ألف وباء وفريق الاتحاد وفريق الاتفاق وفريق يمثل الجامعة الألمانية. وستقام البطولة في الملعب المخصص لكرة قدم الصالات بمجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشهر. يشار إلى أن اتحاد الكرة قام بتعيين عائشة الجابرية كمشرفة على نشاط كرة القدم النسائية. انتزع الشباب فوزا صعبا على حساب نادي العروبة في قمة اليوم الثاني من دوري عمان تل للمحترفين، ليزاحم الشباب ظفار في الصدارة ب14 نقطة. وبالرغم من أن العروبة كان المبادر بالتسجيل في الدقيقة 20 عن طريق محمد تقي، إلا أن يونس المشيفري عادل النتيجة في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني، ليهدي كوفي ميشاك التقدم و3 نقاط للشباب في الدقيقة 68 بعد أن منح الشباب الفوز بهدفين لهدف في مباراة جعلت الشباب يرتقي لوصافة الترتيب بفارق الأهداف عن المتصدر ظفار ولكل منهما 14 نقطة. يعودون من بعيد وجماهير الشباب الآن تنتفض. أخفق جعلان في تحقيق فوزه الأول بتعادله ب2-2 عندما حل في ضيافة نادي مسقط ضمن الجولة 6 من دوري عمان تل للمحترفين. وبالرغم من أن جعلان نجح في تسجيل التقدم في المباراة بالدقيقة 11، إلا أن مسقط نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 72، ولم تتأخر ردة فعل جعلان حيث نجح في التقدم مرة أخرى في الدقيقة 74. وفي الوقت الذي كان يتوقع الجميع تحقيق جعلان أول فوز له في المسابقة، أدرك مسقط التعادل في الدقيقة 80. وفي مباراة أخرى سجل صحار فوزا كبيرا على النهضة ب4 أهداف لهدفين. هدف التعادل ياتي، هدف التعادل ياتي عن طريق بدأ الدوري يشتعل.
من الأخبار الرياضية إلى الأخبار الاقتصادية مع الزميل عيسى الكعبي. عيسى رياضي طبعا أيضا، ولكن الاقتصاد عندك لا اليوم اقتصادي. الرياضي بغير وقت. حياك يا عيسى. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة، طازج وصحي لكل العائلة. أهلا بكم. أكثر من 920 مليون ريال عماني قيمة الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية بنهاية شهر أغسطس الماضي، لتشهد بذلك ارتفاعا بنسبة 22.8%، حيث حققت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 7.1% ليبلغ 13 مليار و100 مليون ريال عماني. هذا وأوضح التقرير الشهري الصادر من البنك المركزي العماني أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي لم تشهد أي ضغوطات كبيرة على سيولة القطاع المصرفي بالسلطنة. بلغ عدد المواطنين الذين تم تعيينهم في منشآت القطاع الخاص بمحافظة شمال الباطنة خلال شهر سبتمبر الماضي 540 مواطنا ومواطنة من مختلف المؤهلات العلمية، وتواصل دائرة التشغيل بالمديرية العامة للقوى العاملة بالمحافظة توفير فرص العمل المناسبة وإجراء المقابلات الشخصية للمواطنين المتقدمين للوظائف والمهن في عدد من شركات القطاع الخاص العاملة بالمحافظة. بلغت قيمة أرباح الشركات المعلنة في سوق مسقط أكثر من 629 مليون ريال عماني خلال 9 أشهر، فيما بلغت نسبة الارتفاع خلال الفترة نفسها قرابة 4%، واستقرت نتائج قطاع الصناعة عند 69 مليون و780 ألف ريال عماني، فيما سجل قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 11.2% ليسجل أكثر من 249 مليونا ونصف المليون ريال عماني. أعلن كل من بنكي ظفار وصحار عن وقف مفاوضات الاندماج بينهما، ويأتي عدم الاتفاق بعد الاختلاف على النسبة التبادلية للأسهم، حيث لم يتمكن البنكان من الوصول إلى اتفاق بسبب اختلاف وجهات النظر حول عدد من النقاط المهمة. وقد أفصح البنكان لسوق مسقط للأوراق المالية عن وجود مقترح اندماج بنك صحار مع بنك ظفار في يونيو الماضي. نحن في أوربيك نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. مناخ استثنائي وثروة حيوانية من الأبقار تحظى بأفضل مستويات الرعاية والتغذية الصحية، أرقى وأجود معايير السلامة البيئية في أكبر مزرعة لإنتاج الألبان في سلطنة عمان. الصفوة من شركة أعلاف الظفار، علامة تجارية رائدة في مجال إنتاج الألبان والعصائر الطازجة. الصفوة، طازج وصحي. استمتعي بألذ الأطباق مع لبنة الصفوة الفاخرة.
من جديد أهلا بكم. أعلن الطيران العماني الناقل الوطني للسلطنة عن تسيير رحلات يومية إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بواقع رحلة واحدة كل يوم. ويأتي هذا في إطار التوسع الذي ينتهجه الطيران العماني في الشبكة ضمن سوق السفر الأوروبي. وسوف يسير الناقل الوطني أولى رحلاته في 30 من شهر أكتوبر الجاري عبر طائرات من طراز بوينغ 787 و788. ارتفع سعر نفط عمان اليوم تسليم شهر ديسمبر القادم 42 سنتا ليبلغ 50 دولارا و17 سنتا للبرميل حسب ما أفادت به سوق دبي للطاقة. وكان معدل سعر النفط العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ 43 دولارا و92 سنتا للبرميل. وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بلغت نسبتها 1% مدعومة بمؤشرات على تراجع إنتاج الخام في الصين وهبوط المخزونات الأمريكية. وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الأجلة ارتفاعا بلغ 74 سنتا ليصل إلى 52 دولارا و42 سنتا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الأمريكي 73 سنتا إلى 51 دولارا وسنتين اثنين للبرميل. ونختم بالذهب، حيث ارتفعت أسعاره بفعل هبوط الدولار وانخفاض الأعائد على أذونات الخزانة في ظل التوقعات بتوقيت رفع سعر الفائدة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملة الفورية بفاصل 0.6% ليصل إلى 1270 دولارا و11 سنتا للأوقية. كما سجل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة ارتفاعا بلغ 9 دولارات ليصل إلى 1271 دولارا و80 سنتا للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة بفاصل 0.6% لتصل إلى 17 دولارا و66 سنتا للأوقية، فيما ارتفع سعر البلاتين بفاصل 0.3% ليصل إلى 947 دولارا و50 سنتا للأوقية. أحمد وعيد لديهم المزيد في العاشرة. مجولتنا الاقتصادية فقد انتهت، عود إليهم. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة، طازج وصحي لكل العائلة. شكرا عيسى وأهلا بكم مشاهدينا من جديد. البيت الحرفي العماني بولاية صور أحد النماذج التي تقوم على ترسيخ الثقافة والمعرفة الحرفية لدى الأجيال الناشئة. الهيئة العامة للصناعات الحرفية حرصت على تنفيذ مبادرات بصفة مستمرة من أجل ضمان استمرارية الإقبال على الموروثات الحرفية والحفاظ عليها. السفن الخشبية والمندوس والمجمر والمروحة السعفية التي تعرف محليا المشبة والخنجر والزي العماني أول ما تقع عليها عين الناظر في دخوله إلى بيت الحرفي العماني بولاية صور، والتي صنعت بيد عمانية ماهرة تجد في هويتها التحدي والمثابرة وروح الشباب نحو الحفاظ على هذه الموروثات. يمتلك الحرفي خالد بن سعيد المشايخي بيت الحرفي العماني الذي عمل عليه ليكون أحد أهم الوجهات لمحبي اقتناء الصناعات الحرفية العمانية. وتتميز جنبات البيت بالطابع التراثي الذي أضيفت إليه روح العصر من الحداثة في تصاميمه من ديكور وهويته من السعفيات العمانية والابتكار في المقتنيات والمنتجات المعروضة للبيع. اتجهت في إلى مجال الصناعات الحرفية وحصلت على العديد من الدعم من الهيئة العامة للصناعات الحرفية كون أني لي الخبرة في تنفيذ أو في تشكيل الخشبيات. ويحتوي البيت الحرفي على أشكال حديثة من المجامر المصنوعة من الفخار وجلسة للضيافة من السعفيات وبراويز للصور والتصاميم للدروع والهدايا التذكارية ومناديس تميزت بالنقوش الحديثة. ويدخل خشب الساج المعروف في بعض هذه المقتنيات كمادة أساسية للصناعة بالإضافة إلى مجسمات الأبواب والنوافذ العمانية والصناعات الخشبية والسعفيات والفخاريات مع تنوع استخداماتها بحسب التصاميم المبتكرة.
جولدن كوين لتلقيح ملكات النحل اصطناعيا وتحسين السلالات هو أول مركز من نوعه في العالم العربي تم افتتاحه في لبنان في الاونه الاخيره. وسيساهم هذا المركز في تحسين سلالات النحل وزياده انتاج العسل. المزيد في التقرير التالي. من يريد العسل عليه ان يتحمل لسعات النحل، مقوله شهيره في العالم العربي. يسعى مركز جديد متخصص في تلقيح ملكات النحل اصطناعيا في لبنان الى محوها. المركز الذي أطلق عليه اسم جولدن كوين هو أول مركز من نوعه في العالم العربي، ويهدف القائمون عليه إلى تحسين سلالات النحل وبالتالي زيادة إنتاج العسل في المنطقة. على طول بيكون عندنا مشكلة بالجنراسيون الثانية والثالثة للنحل وبينتزع وبصير إنتاجه أقل وبصير أجريسيف أكثر وبصير عنده مشاكل. من هون كان مشروع إنه نقدر نعمل صندر للتلقيح الاصطناعي. المركز أنشئ بالمشاركة مع مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويستخدم أحدث المعدات لإنتاج ملكات نحل بجودة عالية واستخراج أفضل الأنواع من العسل المركز. ويقول المسؤولون عن برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان إن المركز يهدف إلى تحويل هذا البلد إلى مركز إقليمي وعالمي في ذلك المجال، خصوصا مع زيادة عدد خلايا النحل في لبنان بنسبة 50% في غضون 5 سنوات. النحل بلشنا بال 2011 كان حوالي 6000 مربي نحل، هلا حسب احصائيات الوزارة في عندنا اكثر من 7500 مربي نحل بال 2016 بهيدا القطاع، يعني هيدا قطاع عم بيساعد بزيادة مدخول عدد كبير من العائلات. عسل النحل دواء وشفاء، ويسعى لبنان الآن إلى تحويله إلى تجارة وصناعة ترفعه إلى مصاف الدول الأكثر إنتاجاً لذلك الشراب حلو المذاق. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. شركة الآن يتم الحديث عنها، شركة حكومية على أساس أنها يتم تخصيصها، وهناك أيضا شركة معادن تطهير معادن عمان. وزارة الإسكان تعتمد اتفاقيتي منح أراض بالانتفاع لمشاريع الاستزراع السمكي في كل من ولايتي قريات والدقم، وتسند عددا من مشاريع خط الباطنة الساحلية. البحرية السلطانية العمانية تحتفل بانضمام السفينة الناصر إلى أسطولها البحري. موسكو تعلن عن تمديد الهدنة الإنسانية في حلب لإحدى عشرة ساعة بدلا من 8 ساعات. وفي ختام نشرتنا هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. شكرا على طيب المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.